كل الحتت. هو ده احلى ما في الشغلانه، كلامي هو هو مش هيتغير. عشان الناس ما تجمعش، الجمله كبيره، لفظ الجماهير كبيره، لفظ الخارجين عن النص او اللي تعاقب لفظ صغير. في فروقات هنا. طيب ناخد نائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه المحترفه. سيد نائب مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، ازيك؟ اخبارك يا سيد نائب؟ الحمد لله والله، انت عامل ايه؟ كله كويس الحمد لله، والله كله كويس الحمد لله. النهارده في عقوبات النهارده على بعض الانديه ولا بعض الجماهير؟ بعد حضور المباريات. بس خلينا قبل ما نخش على العقوبات يا كابتن سيف، يعني اضم صوتي لصوتك حلو على فكره، على فكره عجبني اللفظ ده. بعد دخول المباراه، بعد ايه؟ حضور المباراه. بعد حضور المباراه تمام. خلينا اضم صوتي لصوتك كابتن سيف. احنا الحمد لله من بدايه الموسم اللي فات وكان حلمنا الاول كرابطه هو عوده الجماهير، وده حلم كل منظومه الكره المصريه. والحقيقه لقينا كل الدعم من كل مؤسسات الدوله المصريه، وزاره الشباب، وزاره الداخليه، كل المؤسسات المصريه. صح. والحمد لله ابتدينا نجني ثمار ده، وعملنا مجهودات في زياده الاعداد في المباريات الافريقيه، وعندنا بلان شغالين عليه ان احنا كنا نوصل ل 20,000 بدايات. قلنا احنا بنعاقب اللي بيحضر. بنعاقب اللي بيحضر وبيغلط. صح. مش بنعاقب جماهير، احنا حلمنا كله عوده الجماهير. صح. وعمرنا ما نعمل. فثلاث نقط عاوزين نوضحهم. لما يكون في جولة واحدة في ثلاث مباريات يحصل سباب جماعي، كان لازم نعاقب الحضور، لأن احنا عاملين تحذيرات قبل كده وبعتينها رسمي إن في حالة استقرار هيبقى في إيقاف. فبالتالي نفذنا اللي احنا قلناه عشان نحافظ على مكتسبات الكرة المصرية. الجمهور ده هو روح الكورة، هو ده اللي احنا عاوزينه يرجع. فلو احنا ما فيش ثواب وعقاب يبقى مش هنحافظ على مكتسباتنا. العقاب النهارده كان لحضور المباريات في الجوله ال 25 في ثلاث مباريات، حضور مباراه الاهلي وحضور مباراه الاتحاد وحضور مباراه الاسماعيلي في الجوله ال 25. وهو سيد نائب، انتوا عندكم تكرار اي سبب جماعي في اي مباراه هيتم الايقاف لاخر الموسم للحفاظ على مكتسبات عوده الجمهور. ده الحلم. واحنا ان شاء الله بصدد ان احنا هننزل استراتيجي جديده مع زياده عدد الجمهور، هنغلظ العقوبات على اي مخالف، بحيث انه يكون ليه تاثير من النسبه بتاعت ناديه. خلينا في الاول وفي الاخر نقول ان كلنا عاوزين الجمهور، والجمهور هو ده انت بتدعم فرقتك. فلما بتروح تخرج بره نطاق الروح الرياضيه انت هتضر المنظومه كلها. طبعا. واحنا مش عاوزين ده. احنا مش عايزين نضيع الصوره الحلوه بتاعت الجمهور، يعني احلى ما في الشغلانه. احنا مش عاوزين ده ومش هنقبل بده. فبالتالي احنا ان شاء الله المركب مشيت وماشيه وهتفضل، واحنا مش عاوزين غير الشكل بتاع جمهورنا، الشكل الحلو بتاع جمهور الكره المصريه. صح. هو ده اللي احنا عاوزينه. صح. هو برضه كويس التوضيح، لان بقت القصه ان الناس في اي حته ممكن تاخدك لجمهور وتاخد ان انت بتتكلم على جمهور كبير، يقول لك انت قلت ان الجمهور ده رقم واحد، والجمهور ده كان مالي الاستاد، والجمهور ده جه حضر بكثافه. ايوه، اعظم ما في الشغلانه الجمهور، اهم طبعا. حاجه هم الجمهور، واحلى حاجه في الصوره دايما الجمهور، وهم دايما الدافع الكبير جدا. غلط عدد 5 10 15، هعاقبهم، هوقفهم ماتش اثنين، وهنفذ لائحه وهيكمل الجمهور بسلام. وانا من خلالك برضه كابتن سيف بناشد كل مجالس ادارات الانديه المحترفه، ماتشات خلاص متراقبه، يعني الجمهور ده هيرد على ده هيرد على ده، هتبقى فيه اي مواضيع خلاص هتبقى الامور هنا على طول، قرارات سريعه واضحه. تمام، القرارات سريعه واضحه، وبالتالي احنا العقاب بيجي طبقا للي حصل عشان عدم تكراره من اي نادي. احنا مش هنسمح ان يكون في رد او ان يكون في اسلوب ما هواش بالروح الرياضيه ولا يليق بجمهور الكره المصريه. عارف كمان يا سيد نائب، احنا مهم نقول للجمهور زقوا معانا عشان نزود العدد. يعني النهارده مؤسسات الدوله النهارده في ماتشات مثلا للاهلي فيها النهارده 40 50 ألف قدرت تصنع الفارق، ماتش مهم هيجي برضه فرق ثانيه عايزه ماتشات كبيره عدد من الجمهور، النهارده مؤسسات الدوله بتزق وبتساعد وبتساند. هل انا يعني بناشد كل الجمهور الكره المصريه، ما حدش يوجه العقوبه لجمهور معين او للجمهور بصفه عامه، احنا بنعاقب المخطئ. السلام عليكم متابعي قناه اكسترا كوره. طبعا كلنا شفنا في الايام اللي فاتت
النادي الأهلي وهو بيفوز على فاركو بنتيجة 3-0، ومبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والنجاحات اللي تمت والفوز اللي تم خلال الفترة اللي فاتت. نأمل إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يستمر على كده وتكون نتائج إيجابية ويقدر يحقق المراد. بالنسبة لكولر لحد دلوقتي من ساعة ما جه ما خسرش غير 4 مباريات، من ضمنهم مباراة مع فلامينجو ومباراة مع ريال مدريد، فدول طبعا ما بيتحسبوش لأن دول يعتبر مباراة تقيلة، يعني أنت معرض بنسبة كبيرة جدا للهزيمة. النهاردة كان لجنة الانضباط أصدرت بعض القرارات والعقوبات بالنسبة للنادي الأهلي ونادي الزمالك، و هنعرضها على حضراتكم دلوقتي وهنقدر نعرف هل فعلا العقوبات دي تستحقها ولا لا. وفي حاجة غريبة جدا بالنسبة لعقوبة كهربا، 12 مباراة، رغم ان احنا رجعنا اللائحة بتاعة المباريات لقينا اقصى حاجة للإيقاف هتبقى 6 مباريات، فاحنا هنعرض عليكم دلوقتي العقوبات. عقوبات من لجنة الانضباط ضد كهربا والأهلي والزمالك: 1، تغريم رئيس نادي الزمالك 300,000 جنيه تسدد خلال شهر. 2، حرمان رئيس نادي الزمالك من دخول الملاعب لمدة شهرين في المسابقات التي يشارك فيها نادي الزمالك. 3، تحذير رئيس نادي الزمالك بخطاب رسمي من العودة لمثل هذا السلوك وتذكرته بالقواعد الانضباطية. ده طبعا بالنسبة لرئيس نادي الزمالك. 4، هي دي بالنسبة لكهربا، إيقاف كهربا لمدة 12 مباراة أو لعدد 12 مباراة في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية. 2 أو 5، تغريم كهربا 1,000,000 جنيه تسدد خلال شهر. برضو 1,000,000 جنيه دي نحط تحتها 1,000 خط، لأن أقصى عقوبة للاعبين بتبقى 500,000 جنيه. طيب 6، بالنسبة للنادي الأهلي، تحذير النادي الأهلي من تكرار قيام الجماهير باستخدام عبارات أو إشارات تنطوي على إخلال بالقيم والأخلاق والقواعد الرياضية. 7، تغريم النادي الأهلي 200,000 جنيه تسدد خلال شهر. دي كانت عقوبات لجنة الانضباط النهاردة. ما نعرفش هل اللي خلى العقوبات دي تظهر دلوقتي، رغم ان في الصبح كان في قرار اداري بعزل رئيس مجلس اداره نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور من منصبه وزوال عضويته. ده كان القرار ده تقريبا بعد الظهر، فجه دلوقتي اعلنوا او تسربت العقوبات بالنسبة لمحمود كهربا ونادي الأهلي والزمالك. هل في يعني احنا نحط تحتها 1,000 خط بالنسبة للتوقيت ده، لكن هنقدر نعرفه بعدين. طيب كده كهربا قدامه ان شاء الله. برضو طلع مسؤول النادي الأهلي قالوا ان لسه لحد دلوقتي بالنسبة للتسريبات دي ما وصلتش اي حاجة رسمية للنادي الأهلي، واتحاد الكرة ايضا قال ان مواصلات رسمية بالنسبة لاتحاد الكرة، فهتوصل الحاجة الرسمية بالنسبة لاتحاد الكرة هيعلن النادي الاهلي، ومنها النادي الاهلي يحق بعد 10 ايام يحق للاعب ان هو يقدم استئناف. طيب حد يسأل ويقول خلال ال10 ايام دي هل اللاعب هيفضل موقوف ولا هيلعب؟ لا طبعا اللاعب هيلعب، تمام، بعد ما يتقدم بقى الاستئناف بالنسبة لكهربا سواء في اليوم الثامن أو التاسع أو العاشر، كهربا هيفضل الفترة دي كلها هيلعب عادي. بعد كده الاستئناف اللي هيقدمه اللاعب هيوقف العقوبة، هيوقف العقوبة لحين البت فيها، تمام. هل بعد كده في حالة وقف العقوبة هل كهربا ممكن يلعب؟ بنسبة كبيرة جدا ممكن.